اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه الصف الثالث المتوسط في درس لماده الكيمياء. اذا اعزائنا الطلبه راح نتناول في درسنا لهذا اليوم الترتيب الالكتروني وما يتعلق به من مبدا اوفا وقاعده هوند وراح نشوفهن امامنا. خلي نشوف الشاشه عندي هنا هذا الترتيب الالكتروني شنو يقصد به؟ يقول انه عندي هنا هذا الترتيب الالكتروني تحتوي العناصر المختلفه على اعداد مختلفه من شنو؟ من الالكترونات. وتترتب هذه الالكترونات حول النواه في الذره ويعرف ذلك بالترتيب الالكتروني، لذلك تتصف ذرات كل عنصر بترتيب الكتروني خاص، تنتظم فيه هذه الالكترونات في الذره بحيث تكون الطاقه الكليه اقل ما يمكن وتراعى المبادئ والقواعد التاليه عند ترتيب الالكترونات على المستويات، يعني شنو عندي؟ عندي مبدا أوفر و ايضا قاعده هوند، خلي نشوفها هنا عندنا طلبه، خلي نشوف مبدا أوفر. يتعلق بشنو؟ اذا مبدا اوباو ينص هذا المبدا على ان توزع الالكترونات على مستوى الطاقه الرئيسيه من الاوطى طاقه الى الاعلى طاقه حسب تسلسلها، يعني شلون استاذ؟ انه ابدي من الاقل طاقه من 1 s انطي اوزع له الالكترونات راح ياخذ 1 s 2 يعني 2 لأنه هو يشبع الاس بشقد باثنين اما اجي ورا 2 s 2 و 2 b 2 و اصعد الى توزيع الالكترونات كما موجود عندي وعن اوزع الالكترونات على الموجود عندي عندي واحد اوزع واحد عندي عشرة اوزع عشرة هذا ما موجود عندي يقول اذا ينص هذا المبدا ان مستويات الطاقه الثانويه تملا بالالكترون حسب تسلسل طاقتها من الاوطى الى الاعلى ويتبع النوال يعني هذا 1 أس وبعدين هذا الغلاف الثاني والغلاف الثالث والغلاف الرابع والغلاف الخامس والغلاف السادس ان لي وين ما اوصل لكن استاذ انا أوزعهم عن كلهم لا انا حسب ما موجود وين اوصل عندي غلاف اول هاي غلاف ثاني غلاف ثالث ما اعرف خلينا نشوف وعند كتابة الترتيب الالكتروني لاي ذرة يجب معرفة العدد الذري استاذ من اجيب هو موجود عندي ينطيني بالسؤال انه الاعداد الذرية استاذ شنو معنى العدد الذري يعني مثلا نقول الهيدروجين عدد ذري واحد الهيليوم عدد ذري اثنين الليثيوم عدد ذري ثلاثة البريليوم اربعة مثلا الصوديوم ان اي هو اللي عدد ذري 11 المغنيسيوم 12 وهكذا اعداد ذريه لازم اني موجوده عندي ما يح... احاول انا احفظ بس ما يحتاج ان تحفظها هي مجرد انه تعطى لك بالسؤال وتحاول انا أخذ من العدد الذري اخذ عدد الالكترونات كما وضحت لك في دروس سابقه عزيز الطالب لان انا أكد انه العدد الذري يساوي عدد البروتونات ويساوي عدد الالكترونات هنا لاي ذره يجب معرفه يقولوا عند كتابه معرفه العدد لتلك الذره حيث ان عدد الالكترونات للذره المتعادله كهربا يساوي لعددها الذري ويكتب عاده في اسفل يسار العنصر حيث يمتلئ اولا 1s هذا هذا بعدها شنو 2s و 2b هذا 2s و 2 بي هذا الغلاف الثاني اما بعدها 3s و 3b بعدها يجي 4s يلا 4 هنا اركز لي ليش 4s بعدها لانه احنا ايش قال مبدا يجب ان تملا مستويات الطاقه الثانويه من الاوطى طاقه الى الاعلى طاقه اذا اس هو اقل طاقه ممن من 3 دي لذلك يملا قبله وبعد يجي 3 دي هذه حتى خاف تصافق تقول استاذ ليش استاذ هذا احفظه اي نعم تحفظه 1s 2s 2b هذا واعزلهم كل غلاف بس هذا الغلاف 1s يعني اقول 1s هذا غلاف اول 2s 2b غلاف ثاني 3S 3B هذا غلاف ثالث 4S انت راح توصل لهنا استاذ ليش ما اروح لل 3D ما تقدر لان احنا واضع المنهج لمادة الكيمياء للصف الثالث المتوسط يقول عندي اعلى عدد ذري انا اخذه هو 20 لعنصر الكالسيوم فانا ال 20 راح توصلني لل 4S واضح هذه معلومات انطيك اياها قبل ما ابدي بدخول الى الامثله والتمارين مال ال... الصف ال... الثالث المتوسط المتعلقة بالفصل الأول اللي هو عنوان التركيب الذري للمادة إذا هنا أنا راح نشوف هسه لازم أحفظ هذا. أستاذ لي وين أني أحفظ هسه الحد لكن بالمراحل القادمة بصف الرابع والخامس والسادس لازم تحفظ إلى أكثر من هذه اللي موجود عندك زين نروح إلى الصفحة اللي بعدها ونشوف شنو متعلق عندي يقول ونلاحظ خلينا نكبر الجزء اللي انا اريده زين ونلاحظ ان كلما زاد رقم الغلاف الرئيسي ان ازدادت طاقته الالكترونات الموجوده فيه وقلت المسافه بين غلاف رئيسي واخر لذلك يحصل تداخل بين الاغلفه الثانويه التي تعود لاغلفه رئيسيه مختلفه ويجب العلم ان الرقم المكتوب الى يسار رمز مستوى الطاقه الثانوي يمثل قيمه عدد الكم الرئيسي ان واضح بينما يمثل العدد في اعلى يمين الرمز الى الاس إلى عدد الإلكترونات الموجودة في هذا المستوى لبقية الرموز، يعني شلون؟ يعني هذا 3 اس ما أخذ مثال. الثلاثة تمثل عدد الكم الرئيسي، يعني شنو هذا يمثل لي رقم الغلاف الرئيسي؟ هذا رقم الغلاف الثالث. زين وهذا مستوى الطاقة الثانوي اس مال شنو؟ الكترون واحد. واضح؟ اي هذا عفوا، هذا المستوى الثاني الرئيسي اما هذا شو يمثل لي الواحد عدد الالكترونات الموجوده في المستوى الثانوي يعني ايش قد يحتوي الاس على واحد الكترون هذا شنو هذا الغلاف الثانوي اس هذا عدد الكم الرئيسي اللي يمثل الغلاف الرئيسي الثالث اذا هنا اعزائي الطلبه اروح الى قاعده هوند واشوف شنو اللي متعلق بها خلي عفوا طلبتنا الاعزاء خلي نحاول نكبرها بشكل أوضح إذا هذا اليد تنص قاعدة هوند أن لا يتم توزيع الإلكترونات بصورة مزدوجة في الأوربيتال واحد إلا بعد توزيعها فرادة يعني شلون يعني ما يصير أخلي إلكترونين في أوربيتال واحد أو على الأوربيتالات إلا أن أوزعها فرادة وبعدين أجي الإزدواج يصير شلون يعني يقول وتنصها على أنه لا يحدث إزدواج بين إلكترونين في مستوى الطاقة الثانوي إلا بعد أن تشغل الأوربيتالات فرادة يقول أولا نستخدم هذه القاعدة في حالة الذرات التي تنتهي ترتيبها على الإلكتروني بمستويات الطاقة الثانوية البي والدي والأف حيث لا نضع إلكترونين في أوربيتال واحد إلا بعد أن نضع إلكترون واحد في كل أوربيتال من أوربيتالات مستويات الطاقة الثانوية زين أستاذ هنا هذا المثال راح يوضح لي خلي أكبره واحدة حتى يكون واضح عندي هذا المثال هو وتمرينه إذا لح كفانا الوقت ان شاء الله يقول اكتب الترتيب الالكتروني لكل من مستويات الطاقه الثانويه الاتيه بي 3 بي 4 فو دي 4 اف 6 والبي 4 والدي 7 والاف 11 والبي 5 يعني شلون؟ هذا البيج قد بي؟ كم الكترون؟ ثلاثه قلنا اللي البي يعني هو الغلاف الثانوي بي، والفوق يمثل عدد الالكترونات كما وضحنا قبل قليل. هذا البي كم اوربيتال بي؟ ثلاثة، أنا ايش قد عندي؟ كم الكترون؟ ثلاثة، أوزع واحد، اثنين، ثلاثة، ما يصير أخلي هنا الكترون يعني هسه أنا عندي هاي ثلاث مربعات. ما يصير أجي أخلي هنا اثنين رأسا، لا، أخلي أوزع فردي مثل ما موجود عندي بالمثال وبعدين أجي الإزدواج. الدي كم الكترون بي؟ أربعة. هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا بقى فارغ. ليش؟ ما عندي بس اربعه وانا قاعده هون شو تقول لي وزع فردي وبعدين ازدوج زين هذا بقى فارغ شلون اجي هنا اخلي واحد راسا مباشره وياه ما يصير راح يصير عندي خطا في الحل زين الاف 6 زين اني كم اوربيتال عندي سبعه سبع مربعات كم الكترون سته وزعتن واحد مئة ثلاثه اربعه خمسه سته بقى فارغ اي نعم بقي فارغ حلك صحيح ما عندي الكترونات انا عندي بس سته هو قايل لي بالسؤال اربعه اللي هو البي 4، كم الكترون عندي بالبي 4؟ كم اوربيتال بي 3؟ استاذ مو هنا خلينا ازدواج اي، خلينا واحد، اثنين،, 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 اثنين. عندي ثلاثة، عندي ثلاث اوربيتالات، بعدها شنو؟ زاد عندي واحد اخلي وين؟ بالمربع الأول بالأوربيتال الأول المن؟ للغلاف الثانوي بي، زين، الستة ايش قد بي؟ سبع الكترونات، من هو؟ هذا الدي، الغلاف دي ايش قد بي؟ سبع الكترونات، زين، كم اوربيتال بي؟ خمسة، خمس مربعات، أجي أوزع. هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بعد ايش عندي اثنين ستة وهذا سبعة هذا حلي صحيح زين الأف عندي دعاش هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع مربعات وسبع إلكترونات ايش بقى عندي أربعة هذا ايش قد ثمانية تسعة عشرة 11 هذا توجيه حسب قاعدة صح زين بقى عندي هذا الاخير اللي هو الغلاف الثانوي بي ب خمس الكترونات زين كم اوربيتال بي استاد ثلاثه يعني ثلاث مربعات هذه ثلاثه اجي اوزع فردي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اذا صار عندي حلي واضح وصحيح زين استاذ تقدر تحلي هذا التمرين اي خلي اخذ هذا التمرين تمرين واحد اربعه بين كيف كيفيه ترتيب الالكترونات في أوربيتالات المستويات الثانويه التاليه التي تحتوي على عدد من الالكترونات. هذا البي بالكترونين هسه هنا خلينا نحل البي كم الكترون؟ اثنين، كم اوربتال عندي؟ ثلاثه هذا واحد هذا اثنين هذا واحد هاي اثنين، هذا حلل اول. استاذ بعد هذا بقى فارغ؟ اي بقى فارغ ما عندي. زين الدي سته، اذا اذا اخذ هذا الدي هنا هذا الدي ستة الكترونات، كم اوربتال عندي؟ خمسه هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وزع واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهذا السادس واضح؟ زين استاذ الباقيات اي نعم هذا هم البي كم الكترون بي خمس. خمسه خمسه كم اوربيتال؟ ثلاثه زين اوزع هاي الاوربتالات عندي واحد الكترون اثنين ثلاثه اربعه وهذا الخمسه إذن هاي منو حسب قاعدة هوند أن أوزع الإلكترونات في الأوربيتال الواحد في الأوربيتالات فرادة ومن ثم الازدواج زين استاذ هذا هم نفس الحل أي نفس الحل أنا عندي الدي ثلاث إلكترونات كم أوربيتال بي ثلاثة عفوا خمس أوربيتالات هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا واحد هذا اثنين أي ثلاثة استاذ مو ذني بقى مفارغة يخليه فارغ ما عندي الكترونات هو دي يقول لي عندي ثلاثة. أستاذ يعني هذا يعني هسه هذا الدي وهذا ثلاثة. هذا الثلاثة شو يمثل لي؟ عدد الإلكترونات، يعني دي يقول لي عنده ثلاثة. هذا منو؟ هذا الغلاف الثانوي دي. واضح؟ إذا أنا علي أن أميز. أن أحفظ هسه صار عندي، لازم أحفظ الترتيب الإلكتروني. 1s، 2s، 2b، 3s، 3b، 4s. واوزع الالكترونات بالمربعات، المربع يعني شنو؟ اوربيتال. اعزائي الطلبه احنا وضحنا انه كل غلاف ثاني وجد عنده اوربيتالات وبيش يشبع وايش قد يشبع بالالكترونات كحد اقصى. اذا وقتنا لدرسنا لهذا اليوم انتهى، نشكر حسن المتابعه ونلتقيكم في دروس اخرى ان شاء الله.